السلام عليكم. عندنا جيب الليكسز نبي نشرح الحين شلون يشغل الدبل الخفيف دبل الثقيل ويشغل كذلك نظام الزحف بطريقه محكمه. طبعا قبل كل شيء يا اخواني نضغط زر الدبل هذا. لو ضغطت زر الدبل طبعا يشتغل عندنا الدبل الخفيف. الحين راح نشغل الثقيل ننزله تحت. طبعا راح تشوفه يشر. ليش؟ لانه على البي. لو حطيته على الان يشبك عندك الثقيل. خلاص الحين الثقيل شبك معك وفصل عندك مانع الانزلاق. الحين نبي نجي نشغل ايش؟ شغل نظام الزحف. نظام الزحف ما راح يشتغل معنا الا لا صار على الدي او على الار. فحين ضغطنا الحين نظام الزحف فيقول لك تختار المود الساند ايا كان، بعدين حطه على الار او الدي. نبي نحط حنا على الدي. خلاص الحين نظام الزحف شغال. الحين نضغط نظام الزحف وننزل. خلاص الحين الزحف شغال تمام. شفتوا؟ سواء على قدام او على الخلف. بس عاد لا تستخدمه الا فالبر. بعدين تضغط بهالشكل. وعندك هنا تعدد السرعات. من الأدنى إلى الأعلى. الحين نبي نفصل، وش نسوي يا جماعة؟ خلاص نرجع على الاتش على الخفيف يفصل عندنا، بعدين نفصل الدبل بهالشكل. نضغط هنا راح تشوفه شوي يشر، تمشي شوي، وأحيانا تكسر يمين يسار أو تدق ريوس يفصل عندك بشكل كامل. راح تسمع طقة، خلاص معناته إنه فصل معك. الله يمكن